الرابعة صباحا الثانية بتوقيت جرينتش، موجز إخباري جديد يأتيكم من القاهرة، أهلا بكم. توافد أعضاء البرلمان الليبي على القاهرة بناء على دعوة من مجلس النواب المصري، وذلك من أجل عقد اجتماع اليوم لمناقشة الخروج من الأزمة الليبية ووضع خارطة الطريق لإيجاد حل ليبي ليبي. أطلقت قوى الأمن اللبناني الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين في ساحة رياض الصلح، ودعت جميع المتظاهرين إلى الابتعاد عن مظاهر العنف. أكدت قوى الأمن في بيان إن بعض المتظاهرين اقتحموا مبنى لشركة للاتصالات في بيروت وخربوا محتوياته، وأضافت أن الاحتجاجات تسببت في جرح 40 من عناصر الأمن حتى الآن. جاء ذلك في وقت أعلنت الحكومة اللبنانية عقد اجتماع عاجل اليوم لبحث مطالب المتظاهرين الذين خرجوا للمطالبة بالإصلاح الاقتصادي. وصفت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي وزعيم الديمقراطيين بمجلس الشيوخ تشاك شومر اتفاق الولايات المتحدة وتركيا لوقف العدوان على شمال شرق سوريا بأنه عار. وقالت بيلوسي وشومر في بيان إن الاتفاق يقوض بشكل خطير مصداقية السياسة الخارجية الأمريكية ويبعث برسالة خطيرة بأنه لا يمكن الوثوق في واشنطن. وقال زعيم الديمقراطيين في الكونغرس إن مجلس النواب سيصوت الأسبوع المقبل على حزمة عقوبات مدعومة من الحزبين ضد تركيا. أعرب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن ثقته بأن البرلمان البريطاني سيؤيد الاتفاق الجديد مع الاتحاد الأوروبي حول بريكزيت. وقال جونسون للصحفيين أنه واثق من أن نواب البرلمان البريطاني سيصوتوا في جلسة السبت على تمرير الاتفاق، واصفا إياها بالرائع بالنسبة للمملكة المتحدة وأيرلندا الشمالية، مؤكدا أنها ستتمكن من ممارسة التجارة بحرية. تتواصل التظاهرات والاحتجاجات في مدينة برشلونة بإقليم كاتالونيا الإسباني في ظل تصعيد للمواجهات بين مؤيدي الانفصال والقوات الأمنية. ورفع المحتجون الذين خرجوا للشوارع لليوم الرابع على التوالي لافتات تندد بحكم المحكمة العليا الإسبانية القاضي بسجن 9 من قادة الإقليم والمطالبين بالاستقلال لفترات تتراوح بين 9 و13 عاما، فيما قامت قوات الأمن بتفريق المحتجين بقنابل الغاز المسيل للدموع قبل الوصول إلى المباني الحكومية. مشاهدينا الكرام، انتهت جولتنا الإخبارية، ولمزيد من الأخبار تابعوا موقعنا الإخباري extranews.tv. شكرا للمتابعة.